زيارة مهمة للسيد وزير الداخلية، طبعا الوفد وبرئاسة السيد رئيس البرلمان ووفد المرافق له، وأيضا السيد وزير الداخلية ووفد المرافق له، منهم السيد وكيل شؤون الشرطة والأخ مدير الجوازات. تم التباحث على عدد من الأمور المتعلقة بالوضع العام لمحافظة نينوى ومدينة الموصل تحديدا، ولعل الأمور المتعلقة بوزارة الداخلية هو الملف الأمني وتدعيم الموارد البشرية لوزارة الداخلية في هذه المحافظة. تكلم السيد الوزير أن مجموع ما سوف يتم إعادته من المنتسبين الذين انقطعوا عن العمل هو 4000 درجة وظيفية لكل الدوائر، يراعى في ذلك طبعا الإثنية وكل الأعراق وكل القوميات الموجودة في الموصل العزيزة. أيضا الدرجات هي كانت قد أتت من خلال 5016 درجة وظيفية خصصت من قبل لوزارة الداخلية للمناطق المحررة. هذه هي الدرجات الوظيفية كان الحصل أكبر فيها لمدينة الموصل، بإضافة أيضا القرار الذي أتى من خلال مجلس الوزراء بموضوعات الحذف والإعطاء أولوية لوزارة الداخلية، يكون عدد الدرجات الوظيفية للموصل 4000. أيضا التعاون والتنسيق مع الحكومة المحلية من أجل فتح البطاقة الوطنية في كل محافظة نينوى. التنسيق إن شاء الله سوف يبدأ من اليوم في عملية إيجاد البنى التحتية والأماكن اللازمة لفتح البطاقة الوطنية، وأيضا سوف يكون هناك مراجعة لقضية أيضا المحتجزين، وأيضا مراجعة لموضوع المحتجزين في الدوائر الاستخبارية أو في الدوائر الأمنية، ورؤية ملفاتهم ما يتعلق بالأمور التحقيقية والتنسيق مع الجهات القضائية في ذلك. ماذا عن دعم وزارة الداخلية لجهاز الشرطة والمرور في موضوع الآليات والأسلحة؟ هذا صحيح، يعني اليوم أيضا تكلم السيد وزير الداخلية أنه لدينا إن شاء الله عقد قريب جدا لوزارة الداخلية لشراء مجموعة من الآليات. سوف تكون هناك إن شاء الله حصة مميزة لمدينة الموصل لتدعيم الموقف ما يخص الآليات لكل التشكيلات. طبعا عندما نقول وزارة الداخلية في الموصل نتكلم عن النجدة، نتكلم عن المحلية، عن المكافحة، عن المرور وباقي الدوائر الأخرى.